انا زوج، انا زوج معدوم معوج مبسوط مكبوت محبوب، وانا زوج خناقات وقصات وصولات فواتير ارنبه بتخلف في الكازافوق بقال وعيال قال شوبينج قلب وفير تبذير ودخول وخروج اقصار مشهرة بعدها إفلاس تكشيرة بدون أسباب وخلاص عزومات مشهرة بعدها إفلاس تكشيرة بدون أسباب وخلاص وساعات على النت وسايبة البت وغيرة من دية وغيرة من دية سيب النت وتعال يا بت داو النوت أهلا وك سعيدة قوي يا ماما ان انتي وافقتي اخيرا تخرجي معانا انا مش عارفة ايه اللي خلاني اسمع كلامك لولا بس انك انتي قلتيلي ان انتي ومحمود هتزعلوا مني ما كنتش خرجت ابدا وانا سبت البيت لوحده ليه بس يا طنط حضرتك يعني حضرتك مش اول واحدة تترملي وبعدين عمي الله يرحمه اتوفى من زمان قوي يا طنط يا حبيبي الست الاصيلة تفضل طول عمرها عايشة لجوزها وبعد ما يتوفاه الله تفضل عايشة على ذكراه وبعدين بقى عمك الله يرحمه ما كانش راجل عادي ابدا كان راجل ولا كل رجاله يا سلام يا محمود حبينا بعضنا واتجوزنا بعضنا وخلفنا ساميه مع بعضنا وهو انت الحمد لله ربيتيني وهو جاي ولي العهد اهو هيملى عليك الدنيا وتربيه شوفي حضرتك تخلفي وتربي وبعدين لما هي تتجوز وتخلف تاخدي عيالها تربهم لها برضو على رأي المثل يا محمود اتجوزها عشان تتاخر جابتهولي هو راخر بقول لكم ايه بقى مدام الجرسون ما جاش وما طلبناش اي حاجه يلا بينا بقى نقوم ونروح على البيت وهعمل لكم هناك سد الحنك ولا لقمه القاضي يا ماما بيت ايه ما تخرجي بقى تشمي هوا يا ماما ما كفايه قعده البيت ما زهقتيش من قعده البيت يا ماما انا رايي يا ماما ان حضرتك يعني لما تخرجي وتتفسحي ممكن تقابلي واحد ابن حلال تخلفي بقى خال ولا خاله الولي العهد اللي جاي ده اخص عليك يا محمود اخص عليك ما تقولش كده انا برضو اجيب راجل مطرح المرحوم عمك وبعدين منين ما خلاص يا حبيبي النوع ده خلص خالص المرحوم عمره ما زعلني عمره ما قال لي بم كنت لو عزت أي حاجة قبل ما طلعها من بقي يكون منفذها لي الله يرحمك يا بابا الله يرحمك أحلى حاجة فيك يا ماما إن أنت عايشة على ذكرى إيه يا جماعة أنا خارجين نتفسح ولا طالعين القرافة أنا من رأيي يا طنط حضرتك بقى تقلع الأسود وتلبسي ألوان أقلع؟ أقلع يا محمود؟ لا أنا ما أقلعش أبداً يا حبيبي لا 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 قال على الاسود ازاي وبعدين انا يا حبيبي مش لابسه الاسود بس عشان ذكرى المرحوم لا الاسود مهما كان قيمه كده ووقار وقار يا طنط وحضرتك في المحكمه سيب ماما براحتها يا محمود ماما مبسوطه كده مساء الخير تحت امرك يا فندم مساء النور
عندكم لقمة القاضي؟ لا طنط، لقمة القاضي ايه؟ لو سمحت في عندكم سد الحنك؟ لا والله يا فندم الحاجات دي مش عندنا. شفتوا؟ ما عندهمش. يلا نروح بقى واعمل لكم كل حاجة في البيت. استني بس يا ماما. طب روح انت 5 دقايق وهنكلمك. تحت امرك فندم. بقول لكم يلا نقوم نروح البيت يلا. يا رجلي يا ياني. بقول يلا يلا عايز اروح احط رجلي في ميه وملح. على فكره يا فندم اللي عند حضرتك ده من قله المشي، لازم تتمشي كل يوم نص ساعه على الاقل. ايوه يا ماما، تخرجي تروحي النادي، تشوفي ناس، تقابلي ناس، تتكلمي مع ناس، تغيري جو، تجددي الدوره الدمويه. وعلى فكره بقى يا طنط، اكيد عم الله يرحمه ما كانش هيزعل ابدا لو حضرتك قلعتي الاسود وخرجتي وتفسحتي وقابلتي ناس، ولا ايه رايك؟ لا 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 ما يصحش. الله ذوقك هايل يا طنط، فعلا يجنن، اكيد هيعجب سامي. تفتكري؟ اكيد طبعا، الالوان تحفه والموديلات تجنن، بس حضرتك جايباه مقاس اكبر من مقاسها ليه؟ سامي حامل، مش ممكن تلبس الحاجات دي ابدا. انت فاكره ان انا شاريه الحاجات دي؟ امال جايباهم لمين يا طنط؟ ليه يا انا حبيبتي، ساميه ليها جوزها اشتري لها، وانا يعني ماليش نفس البس ولا ايه؟ سوري يا طنط انا ما قصدتش. لا طبعا من حقك، بس حضرتك بقالك بنت ما بتلبسيش غير غوامق. زهقت قوي قوي من الغوامق، قلت اغير شويه اجرب الموضه. هو يعني عيب ولا ايه؟ مش عيب يا طنط، من حقك تلبسي اللي يعجبك، نقي براحتك، المحل كله تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. ممكن ادخل بروفه اقيس الحاجات اللي اخترتها؟ طبعا طبعا، اتفضلي. اهو من هناك. ميرسي. الو، ايوه مين عايزها؟ اهلا يا ليلى يا صاحبه البوتيك، اهلا وسهلا. بقول لك ايه، وهيكون عندك هدوم جديده، احنا مش عاملين حسابك لمده 6 اشهر على الاقل. والنبي. لا حاضر، انا ديلها اذا كان كده. ماشي. ساميه يا ساميه. ايوه محمود. ليلى صاحبتك اللي عندها بوتيك بس ما عندهاش هدوم جديده ولا حاجه. يلا نريح الشغل. طيب. الو، صباح الخير يا ليلى. صباح الفل يا سمسم، ازيك يا حبيبتي؟ انت كمان وحشاني قوي. على فكره مامتك عندي هنا في المحل. هتعمل ايه يعني؟ اكيد طبعا بتشتري هدوم. وايه الغريب في كده؟ ما ده شيء عادي. الغريب هي الالوان والموديلات اللي بتشتريها. موديلات والوان ايه؟ احمرات واصفرات وفوشيا وتركواز. والله ما بهزر، بنطلونات وتريننج. يا ستي امك، هو انا ضايق عن امك؟ ليلى من فضلك امنعيها تشتري الحاجات دي. امنعها ازاي؟ امك زبونه وفلوسها جاهزه، تشتري اللي هي عايزاه. انا بس قلت ابلغك، وانتي حره، انا بقى ماليش دعوه. اوكي؟ باي باي يا حبيبتي. مادموزيل ليلى؟ ايوه. انا خلاص هشيل كل المجموعه اللي اخترتها. الف مبروك يا طنط، بما فيهم ده كمان؟ طبعا. انتي شايفه ايه؟ يجنن يا طنط، هاكل منك حته. ميرسي قوي يا حبيبتي. بس بقول يعني انت طولتي قوي قوي على كلمه طنط دي، خليها يا مدام بس. يا عزيزه تحت امرك. في الهدوم المدام عشان تاخدهم معايا. حاضر يا فندم. عزيزه من فضلك ما تنسيش الانسامبل الاسود اللي انا جيت بيه، اصل بيبقى شحاته لاي حد غلبان. اوكي يا فندم. باي باي. يلا مش راضي اكل الا لما تيجي اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك؟ امي لونت. نعم؟ بقول لك امي لونت. هي انت امك كانت ابيض واسود ولا ايه؟ امي خلعت الغامق ولبست الوان. احسن احسن يا شيخه، الاسود ده كان مخليها كئيبه، الالوان برضو تحسسها انها بقت شم النسيم. شم نسيم وصيف ايه؟ امي راحت لليلى جارتنا البوتيك بتاعها واشترت هدوم ملونه احمر وفوشيا. انت مستغربة ليه؟ هي امك ما كانتش بتشتري هدوم قبل كده؟ امي اشترت تيشيرتات وبنطلونات جينز. يمكن مثلا عرفت ان عيد ميلادك عدى ونسيت تجيب لك هدية فجابتها. امي اشترت حاجات مش مقاسي.
يمكن مثلا عيد ميلاد واحده صاحبتها ما جاش خالص فجابت لها هديه. امي لبست اللبس ده وطلبت منهم كيس عشان تحط فيه الطقم القديم عشان هتشحته. يعني مامتك هي اللي لبست الهدوم الملونه؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ يا نهار ابيض. لا 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 الحكايه دي عارفه عايزه ايه؟ ايه؟ ناكل الاول براحتنا الاكل ده كله وبعدين نفكر براحتنا بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله حلو قوي قوي اللون. تسلم ايديك يا مسيو جرجس. ميرسي يا فندم. معقوله اللون الاسود مش باين خالص؟ غيرتني خالص والله. زي ما بقول لك كده يا ست ساميه، مامت حضرتك اتصلت من بره. ايوه قالت لي انها مش جايه على الغدا، قالت لي انها هتتغدى في النادي. يا ستي انا ذنبي ايه؟ قالت لي هتخلص الكوافير وتطلع على النادي. طب وبتتنرفزي عليا ليه يا ست؟ حضرتك بنتها وهي مامتك. راحت الكوافير وهتتغدى في النادي، وايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ لا مش معقول، مش ممكن. ساميه مالك يا ساميه؟ سلامتك. ايه في ايه؟ في ايه؟ قاعده بتكلمي نفسك بقالك شويه. لعلمك دي مرحله، المرحله اللي بعديها تقطيع هدوم واكل مخدات. هتتغدى في النادي. هي مين دي؟ ماما. على فكره ماما دي هايله. هايله في ايه بقى؟ ايوه طبعا، واحده قاعده فاضيه ليل نهار عماله بتتفرج على الفيديو كليب في التلفزيون، فتلاقيها تخيلت نفسها مثلا اليسا، عاصم الحلاني، حد من دول يعني. يلا صباح على خير. استنى هنا، انت رايح فين؟ رايح انام لي ساعتين، عندي مكتب بعد الظهر. تنام فين؟ بقول لك ماما راحت النادي وبتقول لي داخل تنام. لو مامتك هي اللي راحت النادي كنت برضو هتخش تنام؟ نادي ايه اللي ماما تروح؟ وماما الله يرحمها دلوقتي في نادي الوفيات. صباح على خير. استنى يا محمود، هتخش تلبس هدومك وهننزل. هننزل نروح فين؟ نلحق ماما، ماما في خطر. يا سامي يا حبيبتي انت متوتره بس عشان الحمل اللي عندك ده. محمود هتلبس هدومك وهتنزل. مش نازل يا سامي. وانا بقول لك هتنزل يا محمود. مش نازل يا سامي. يا جرى ايه؟ انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ قلت لك مش نازل يا عم. مش نازل. ما تدوس بنزين عشان نلحق. نلحق ايه بس؟ انا مش فاهم المرمطه اللي انت مرمطاها لنا دي معاك. يا سلام، انت مش همك حاجه، انا امي خلاص نسيت ابويا. يا ستي نسيت ابوك؟ ابوك الله يرحمه مات من فتره طويله وهي لسه بصحتها، يعني من حقها انها تلبس ومن حقها انها تروح عند الكوافير وتروح النادي. النادي اهو. اركن يا محمود اركن. حاضر. وعربية مين؟ اهم ايه؟ اطلع وراهم يلا. ورا مين؟ ماما. ماما هتركب العربية ومعاها واحد. طيب ما احنا عشان نطلع وراهم لازم يبقى معانا العربية. طب ما تجيب العربية بسرعة. طيب انا هجيب العربية. يا يلا. باي باي، اشوفك بكرة في النادي. قفل عليها قفل عليها. قفل عليها ايه بس؟ شغل العصابات ده. قفل على العربية وقفل. معاش حد اهو. انا شايفاه بعيني، اكيد نزلته. اهلا 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 اهلا. هاي هاي يا محمود، ازيك يا سمسمة؟ الفرصه الحلوه دي. دي مش الفرصه هي اللي حلوه، ده حضرتك اللي زي القمر ما شاء الله. بجد يا محمود؟ طبعا طبعا بجد، ده انا ما عرفتكيش. سامي هي اللي شاورت لي عليك. ايه الالوان اللي انت لابساها دي؟ على مض. وشعرك عملت شعرك كده ليه؟ ماله شعرها؟ موضه ابراهيم سعيد ما شاء الله. ماله شعري؟ دي تسريحه كانيش. وكنت بتتغدي في النادي وركب معاكي واحد. الله 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 الله، دي بالصدفة حلوة ولا حاجة بقى؟ ده أنا متراقبة عن إذنكم. لا والله يا طنط مش المقصود. ما تقوليش يا طنط، قولي يا زيزو. زيزو؟ هي مش زيزو دي، دلع أبو عزيز. تولدي ولا ايه؟ بقول لك ايه، لو هتولدي بلاش تولدي في الضلمه، انا عايز عيل ابيض. اولد ايه؟ انا لسه في الشهر الخامس. معلش عادي، ممكن يبقى واد ابن خمسه عادي. انت بتهزر يا محمود؟ ايه بس يا سامي؟ مالك يا ستي؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ يعني انت شايف ان تصرفات ماما دي طبيعيه؟ طبعا طبيعيه. واحده عايشه لوحدها بقالها فتره طويله، وضع طبيعي انها تكون مش مظبوطه. وبعدين احنا قعدنا 5 سنين على ما ربنا كرمنا بالعين ده.
والحمل ده مش حاجة جديدة، دي أول مرة في حياتها هتبقى جدة. يمكن ده اللي مغير شخصيتها، مخليها شايفة الحياة بتفاؤل أكتر. اللي عند مامتك ده حاجة من ثلاث حاجات، يا إما تفاؤل يا إما جنان. والحاجة التالتة معرفش. أنت بتهزر يا محمود صح؟ طبعا بهزر. تشربي شاي؟ مش عاوزة شاي عشان البيبي. آه عشان ما يسهرش يعني. كويس والله، أنا هعمل كوبايتين شاي وبعدين نقعد نتكلم براحتنا. بقولك مش عاوزة شاي. يا ستي هشرب أنا والعيل، أنت مالك أنت؟ ساوسن يا ساوسن. أفندم يا هيل. ساوسن خدي كل الهدوم دي اللي ناسبك منها، خدي والباقي وزعي لأي حد. بس دي هدوم حضرتك مش عاوزاها كلها. انت مالك انت، اعملي اللي بقولك عليه وبس. اصل انا خلاص مش هلبس اسود تاني ابدا. يلا يلا. ماما في حياتها راجل. ماما في حياتها راجل. صور ده ينفع اسم فيلم هابط هايل. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. جد ايه بس يا ستي، كل تصرفات مامتك دي تصرفات طبيعيه جدا. طبيعيه ايه، دي ارمله. وهي الارمله دي مش عندها قلب ومشاعر واحاسيس؟ وضع طبيعي جدا انها تروح لكوافير، على الاقل تبقى جميله قدام نفسها. وبعدين الراجل اللي كان معاها في العربيه ده حاجه من اتنين، يا اما صديق للعيله، يا اما قريبكو، يا إما محامي بتسأله في حاجات من بتاعت المحاميين دي، يا إما ميكانيكي بيصلح لها العربية اللي باظت فجأة. ماما هتركب العربية مع ميكانيكي؟ بلاش ده كله يا ستي، افرضي إنها قابلت راجل وحست ناحيته بمشاعر خاصة، إيه المشكلة؟ مشاعر خاصة؟ بتحبه يعني؟ يا نهار أسود! اللي هيسوده بس، مامتك إنسانة عاقلة ومحترمة ولا يمكن هتغلط أبداً. حكايه بقى انها تقلع الاسود وانها تشوف حياتها من اول وجديد، ده وضع طبيعي ما فيهوش مشاكل خالص. امي ارمله يا محترم. وهي ارمله تموت؟ ايه اللي كل شويه ارمله ارمله؟ ما عادي جدا، امك يا ست ربيتك تربيه كويسه وفضلت محافظه على ابوك الله يرحمه، وقعدت لابسه اسود بتاع 250 سنه، ايه المشكله بقى انها تقلع الاسود وتغير هدومها وتغير حياتها كلها؟ ايه المشكله؟ يعني انت بقى موافق ان امي تحب واحد تاني بعد ابويا؟ انا ما قلتش بتحب، ما تقولينيش كلام، انا بقول افرضي. افرضي يعني مثلا. طبعا. وانت يهمك ايه، هي امك انت ولا امي انا؟ امي انا، وهيبقى عارفك بيني، واول واحد هيعيرني انت، انا عارفه. طب انا بقى من النجمه هاخد هدومي واروح عند ماما. لا 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 لا، ايه الحركات اللي انت عاملاها دي؟ عارفك بيني انا ومن ايه حركات يوسف وهبي دي؟ ده يوسف وهبي نفسه ما عملش الحركات دي. انا فاهم كويس قوي انت بتعملي كل ده ليه. روحي لها واكبسي على نفسها ولبسيها الاسود تاني. اتفضلي يا هانم. هروح قوي قوي اعمل سكتي. ماشي روحي، واحبسي امك حبس انفرادي واشتغلي لها سجانه كمان. ازاي يعني اتخانقتي مع جوزك؟ زي ما اي اتنين بيتخانقوا، مشاكل. طب يا حبيبتي ايه هي المشاكل دي؟ قوليها لي عشان احاول افهمها، يمكن نلاقي حل. لا اصل دي مشاكل خاصه ما اقدرش احكيها لاي حد ولا حتى حضرتك. كل اللي انا عاوزاه ان انا ابعد عن البيت شويه وافكر على مهلي. عايزه اقعد في بيت ابويا، فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش حاجه ابدا، بس لو كان المرحوم ابوكي لسه عايش لحد دلوقتي كان قال لي خدي شنطه هدومك وامشي من البيت ده قبل ما تشربي فيه بق ميه. بس ابويا الله يرحمه مش عايش، وكل اللي انا عاوزاه ان انا اقعد هنا شويه. وبعدين لو حضرتك مش عايزاني اقعد هنا انا ممكن اروح لاي واحده صاحبتي لحد ما ارتاح. خص عليك يا حبيبتي. معقوله يا سمسم تقولي كده؟ انا مش متضايقه منك يا روحي، أنا متضايقة عشانك. مش معقولة يعني إذا كان الواحد هيقابله مشكلة يسيب بيته، ده مش حل أبداً، الهروب مش حل. بس أنا بقى شايفة إن البعد هو الحل الوحيد دلوقتي. خلاص يا حبيبتي
ما اقدرش اقول لك اي حاجه ابدا. البيت بيتي. يلا باي باي. باي باي. حضرتك رايحه فين؟ رايحه النادي. رايحه النادي تعملي ايه؟ عندي ميعاد مهم. ميعاد مع مين؟ مع ناس ما تعرفهمش. باي باي. يا هاني. نعم. احضر ايه على العشاء؟ لا اشوفي ستك سامي عايز تتعشى ايه. انا مش هتعشى هنا، ما تعملوش حسابي، انا اتعشى في النادي. باي. يا ماما انت عارفه بنتك اكتر مني، والله ما عملت لها حاجه، هي اللي عملت خناقه من ما فيش وقالت انا رايحه اقعد يومين عند ماما. بس ازاي انت يا محمود توافق انها تسيب بيتها؟ الست اللي ما ترتاحش في بيتها ما ترتاحش في اي حته ثانيه. يا ماما اي حاجه تريحها انا موافق عليها. اقابل حضرتك فين؟ في النادي؟ امتى ده حضرتك؟ دلوقتي حضرتك انا عندي شغل دلوقتي. حاضر يا ماما حاضر، مسافة السكة أكون عندك. ماشي مع السلامة. مش هتقولي لي بقى يا حماتة عايزاني في إيه؟ اجري اجري شوية. الرياضة كويسة أوي للأعصاب، بتنظم التفكير. وأنا أعصابي بايظة، حضرتك أنا سايب الشغل لازم أرجع الشغل، عايزاني في إيه؟ أنت تعبت؟ آه تعبت. آه. أنتوا جيل خدع خالص، ما بتستحملوش أي حاجة. يلا، يلا يا عم الشباب، يلا قدامي. ضغط. تعالى يا عم الشباب اهو. لما انت مالكش في الجري بتجري ليه بس؟ ما انت اللي جريتيني. انا مش فاهم الرياضه المفاجاه اللي جات لك دي. عوض تشرب ايه؟ انا اشرب قهوه مظبوط. عوض انا عايزه كوبايه عصير برتقال، والبيت تجيب له كوبايه لبن دافي. لبن دافي؟ انا كبرت على اللبن، انا عايز قهوه مظبوط يا عوض لو سمحت. افهم بقى يا سيدي. فهميني انت بقى يا ست في ايه؟ دلوقتي انت والست مراتك مش ليكوا بيت خاص بيكم ساكنين فيه؟ الحمد لله وبيت زي الفل. طيب ايه بقى اللي يخلي الست مراتك تلم شنطه هدومها وتيجي عندي في البيت وعايزه تقعد معايا؟ يمكن مثلا وحشتيها وحبت تقعد معاك شويه. لو كنت وحشتها كانت كلمتني في التليفون، كانت جت تتغدى معايا وبعدين روحت، او سهرت معايا وبعدين روحت. لكن كونها بقى تلم شنطه هدومها وتيجي عايزه تقعد معايا يبقى اكيد في انها زعلتها؟ انا زعلها؟ ما انت عارفه ساميه دي تزعل محافظه بحالها، هي اللي لمت هدومها وقالت انا عايزه اخد اجازه من الجواز. اجازه ليه؟ ما اعرفش، بس انا قريت في كتب علم النفس ان الست الحامل قبل الولاده على طول بتحب انها تروح تقعد في بيت عيلتها، تقعد مع مامتها في حضنها. يعني ده كتب علم النفس اللي بتقول كده، انا ماليش دعوه. بقول لك ايه يا جوز بنتي، بلاش اللف والدوران ده، بلا علم نفس بلا كلام قناه نفرتيتي. إذا كانت بنتي بقى لمت شنطة هدومها وجات عشان تقعد عندي في البيت يبقى أكيد في صلة مباشرة باللي حصل امبارح. كان إيه اللي حصل امبارح؟ إيه شغل المخبرين اللي عملتوه عليا، شغل المراقبة اللي حطيتوها حواليا. ماما إيه الألوان اللي أنتي لابساها دي يا مامي؟ معقولة يا مامي؟ شعرك يا مامي، شعرك شعرك. مين يا مامي الراجل اللي كان قاعد معاكي في العربية؟ ولا المطاردة بالعربيات كأنكم بتعملوا فيلم أمريكاني؟ تنسيت؟ نسيت القفلة اللي قفلتها عليا؟ والله بصي أنا هقول لك على ميرسي. شكرا. أفهم بقى يا أستاذ، إيه الحكاية؟ بصي سامية هي اللي عملت كل ده، أنا ماليش دعوة بحاجة. أنا صراحة من ساعة ما أنتِ قلعت الأسود وأنا مبسوط بشكلك خالص، ولو في أي حاجة أقدر أقدمها لك تعيشك في المود اللذيذ ده مش هتأخر عنها أبدا. بجد يا حودة؟ طبعا يا زيزو. اهلا يا مدام زهرة. اهلا اهلا يا اوف، قصدي يا رؤوف بيه. اعرفك محمود جوز بنتي سامية. رؤوف بيه صاحب، قصدي زميلي هنا في النادي. تشرفنا يا رؤوف بيه. انا اللي اتشرفت يا فندم. الله، بجد بجد جبتي لي المدرب اللي نفسي فيهم. ايه اللي بجد؟ وانت كنت بتهزري ما قلتي لي عايز العب تنس. وانتوا هتلعبوا تنس بحق وحقيقي ولا بلاي ستيشن؟ طبعا تنس بجد. المواضيع دي ما فيهاش هزار يا استاذ. يلا يا ابو الكباتن، يلا بقى عشان اغلبك ماتش ما حصلش. يلا بينا، انا اذنك يا محمود بيه. اتفضل يا كابتن رؤوف. شوف بقى يا جوز بنتي، وانت مروح كده سوق على مهلك خالص العربيه، ما تحاولش تقفل على حد اي تقفيله. انا بقفل على حد برضو؟ انا لو بقفل على حد ما كنتش هخليكي تروحي تلعبي مع رؤوف بيه. باي يا حوده. باي باي.
انت عارفه يا بت يا سوسن انا بحبك قوي من قبل ما اتجوز، وبعدين ده انا جايبه لك حته جلابيه يا بت حلوه قوي. ان شاء الله يخليكي يا ست ساميه. لا قولي لي يا بت يا سوسن، هو موضوع غدا ماما بره البيت ده بقى عادي يعني؟ ساعات غدا وساعات عشاء. عشاء امي بقت تتعشى بره البيت دي بتسهر بقى؟ لا مش سهر سهر يعني، مش على طول، ده ساعات ساعات، انما بصراحه عمرها ما اتاخرت عن 8 8 ونص. انما يا ست ساميه اول ما بترجع بتمسك في التليفون بالساعتين والثلاثه براحتها يعني، وساعات بسيبها وبدخل انام وهي لسه ماسكه في التليفون. تليفون؟ ايوه التليفون. وبترغي بقى بتقول ايه في التليفون بالساعات يا بت؟ وانا مالي يا ست؟ وحضرتك عايزانا اتصنت عليها ولا اتصنت عليها؟ دي اسرار بيوت، ده يبقى حرام. اسرار بيوت، امي بقى عندها اسرار بيوت. ومين اللي بيجوا يزوروها هنا في البيت؟ ابدا، ده هم كده كم واحده هانم من سنها، ستات يعني. والستات بقى اللي من سنها دول بيجوا يعملوا ايه؟ بيجوا يقعدوا يشربوا حاجه ساقعه، عصير، وساعات يقعدوا يلعبوا كوتشينه، وساعات يتعشوا سوا. انما بقالهم كده يا ست ساميه يجي شهرين بيتكلموا عن الجمعيه. جمعيه ايه يا بت يا سوسن؟ جمعيه يا ست ساميه، والله اعلم كده بظروف الناس، ما يمكن مزنوقين في قرشين ولا حاجه، وقالوا يعملوا جمعيه تقبضها كل واحده فيهم شهر. جمعيه ومزنوقين؟ قومي يا بت، قومي، انت هتلغي معايا، هتصاحبيني، هتاخدي تدي في الكلام معايا، قومي. وانا مالي يا ست ساميه؟ ما انا قلت على اللي بيقولوه واللي بسمعه. سايق عليك النبي ما تقولي لي انهلم على اي حاجه ولا فتحت بقي باي كلمه. طب غوري، غوري من وشي عماله ترغي، وجعتي لي دماغي، جبتي لي صداع. غوري استني يا بت هانا، انت ماشيه وسايباني؟ الساعه كام دلوقتي؟ قربت على 3:30. طب انا رايحه النادي اشوف ايه الحكايه. مش هتتغدي يا ست ساميه؟ مش هتهبب. ميرسي ميرسي قوي قوي يا رؤوف على الجيم الجميل ده. على فكره انا كل ماتش تنس بلعبه بحس اني صغرت 20 سنه. بس انت برافو عليك، ما نسيتيش اللعب، لسه برضه لعيبه جامده. معقوله؟ انا بقالي حوالي 15 سنه ما لعبتش، من ايام ما كنت حامل في بنتي ساميه. يا ساميه عندها 15 سنه؟ 25. هو حضرته بقى اللي شغلك يا ماما؟ هو ده اللي خلاكي تلوني وتروحي للكوافير وتتغدي بره وتتعشي كمان بره؟ خلاص يا رؤوف، رتبت كل حاجه بكل دقه. هنقعد نتكلم شويه ونحط الرتوش النهائيه، وبعدين نعلن الموضوع على الكل. قالت الساعه دلوقتي 8، الضيوف فاضلهم ساعتين عشان يوصلوا. هو كم واحد جايين؟ كتير، انا بعدي دعوات لاكثر من 50 بني ادم، متاكدت ان كلهم جايين. طيب ورد الفعل تفتكر الناس هيقولوا ايه على احنا بنعمله ده؟ هيقولوا ايه؟ ناس حاسين ان حياتهم ما انتهتش، عايزين يبتدوا من جديد عشان يعيشوا ويتمتعوا بحقهم في الحياه. طيب ولو يعني قالوا ان دي تخاريف عواجيز؟ عواجيز؟ مين العواجيز يا زهر هانم؟ احنا شباب، احنا الشباب والحيويه كلها. تعرف يا رؤوف، أنا سمعت إن في اليابان في شابة عندها 80 سنة كده بتفكر تتجوز الشاب اللي هي كانت بتحبه، هو كمان عنده حوالي 90 سنة. إحنا هنروح اليابان ليه؟ ما عندك جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا حبه واتجوز هو عنده كام سنة. يا سلام يا رؤوف، يا سلام، أنا قد إيه مقتنعة ومتحمسة للكلام اللي أنت بتقوله ده. فعلا الحياة لازم تستمر. إحنا نقوم نروح بيوتنا الساعتين دول عشان نغير ونستعيد نشاطنا. صح يا رؤوف، المطلوب النهارده ان احنا نبقى فريش كده وزي الفل. دي ليلتنا يا استاذ، اتفضل. اول ما اذن الصرف يوصلك الشيك ينكتب ويعدي على المراجعه والراجل ياخده على طول. مفيش حاجه اسمها يعدي علينا بكره دي والنبي. انجز. اتفضلي يا مدام. بقول لك ايه، أنا مش عايز أي شكوى من أي عميل، يلا مع السلامة. ازيك يا سامي؟ أخبارك إيه؟ يوما الله 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 الله، إيه زهقت من القعدة في بيت ماما ولا إيه؟ أنا رحت النادي
وشفتهم بعناية دي اللي هياكلها الدود. انت ايه اللي وداكي وراها النادي بس؟ على فكرة ماما كلمتني في التليفون ورحت قابلتها في النادي، زعلانة جدا ان احنا بنراقبها. كانت قاعدة عمالة بترغي مع حضرته اللي اسمه رؤوف. شفته في النادي، راجل محترم جدا، راحت تلعب معاه تنس. يا جمالك، وسبتها تلعب معاه تنس؟ طب ما تلعب تنس، ايه المشكلة؟ هو التنس منعوه ولا ايه؟ يا محمود افهم، امي هتتجوز. تتجوز؟ ايوه. وانت ايش عرفك؟ سمعتها هي ورؤوف بيتفقوا، سمعتهم بوداني دي اللي هياكلها الدود. ده انت الدود ده هيبهدلك، اهو رؤوف ده بقى اللي رايح يلعب معاها تنس. مش هيلعبوا تنس، دول هيلعبوا عروسة وعريس. عروسة وعريس امتى؟ في النادي الساعة 8. ازاي بس؟ معقولة؟ يعملوا فرح من غير ما عزيمه ومن غير ما يعزموا أي حد؟ لا، ما هم مرتبين كل حاجة وبعتين دعوات كمان للناس. بقى حماتها هتتجوز؟ ياه، معقولة جدا بقى الألوان والكوافير وكل الحاجات اللي حصلت لها دي بتقول إن حماتي بتعيش قصة حب جميلة. نعم يا أستاذ محمود. في إيه يا سامي؟ واحدة بتحب واحد وبتفكر إنها ترتبط بيه، مش أحسن ما تعيش وحيدة مستنية أي زيارة ليها في الأعياد والمناسبات؟ وبعدين لعلمك بقى، جواز الشباب الصغيرين هو اللي بينتهي نهايات سودة، لكن الجماعة بقى اللي في سن حماتي دي لما يتجوزوا خلاص ما بيلحقوش يطلقوا. ده رأي محمود، بقول لك أمي هتتجوز وأنت قاعد تديني في المحاضرة؟ لا طبعا غلط، اكبر غلط. يلا بينا. على فين؟ نشتري هديه حلوه كده وبوكيه ورد ونروح نبارك لهم في النادي. شوف يا محمود، عشت معاك واللي في بطني كوم والجوازه دي كوم، انا جايلك هنا عشان تفركش الجوازه مش عشان تشتري لهم هديه وبوكيه ورد. يعني انت عايزه تفركش الجوازه؟ ايوه طبعا. احنا عشان نفركش الجوازه دي هنعمل حاجتين، اول حاجه فيهم هنجيب رقاصه، الرقاصه دي هتجيب 3 عيال يعملوا عيالها من رؤوف بي اللي ماما هتتجوزه ويروحوا على الفرح، يروحوا الماما يقعدوا يعيطوا لها بقى ما بيصرفش علينا ويقعدوا يعملوا كده زي فيلم معبود الجماهير، فاكره؟ انت بتهزر؟ الله، اشمعنى عبد الحليم كان بيهزر في الفيلم؟ ستي ايه اللي هيزفتهم بس؟ يلا بينا. يلا يلا بينا. ايه يا محمود، الجوازه دي مش لازم تتم، احنا لازم نلحقهم. يا ستي زمانهم دلوقتي كتبوا كتابهم، يلا بينا بقى. يلا هنا، يلا. ما ينفعش كده يا ساميه. اسكت يا محمود. يا ساميه احنا في وسط الفرح يا ساميه، عيب. دي امي يا محمود. بعد اذنك يا ست، بعد اذنك يا استاذ، احنا اسفين جدا. بعد اذنك، بعد اذنك، بعد اذنك. كده دي امك، امك على احمر، دي على اصفر. يا ساميه لو سمحتي بقى تبطلي الجنان ده، اهي طلعت من زفه امك. خلاص بقى نروح يا ساميه. محمود انا مش هروح، انا متاكده ان امي هتتجوز النهارده. وانت ايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ دول بعتوا الدعاوي. وما بعتولناش ليه دعوه؟ ما هم متاكدين ان احنا هنرفض طبعا. يمكن الدعاوي اللي انت تقصديها انهم يدعوا للناس يا رب يخليكم مثلا. يا استنى بس يا محمود، شفت يا محمود؟ أمي والعريس والمأذون قاعد في وسطهم. يا ستي في مأذون بيلبس بدلة؟ ما هي المأذين دلوقتي بتلبس بدل. تعالى تعالى. استني بس، مكتوب ممنوع الدخول بدون دعوة، ابعتوا لنا الدعوة وبعدين نيجي. يلا. إيه ده؟ ده أمي، هحضر فرح أمي بدعوة. ده أمي يا محمود، تعالى. إحنا مجتمعين الليلة عشان نحقق الحلم اللي شاغلنا شهور طويلة. شهور واحنا مش واخدين بالنا. يا ستي روحي بس، اقعدي اقعدي واهدي كده عشان نسمع. طبعا في ناس مش هيعجبهم كلامنا ولا افكارنا، عشان كده لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان مستقبلنا. استاذ رؤوف لو سمحت. ايوه يا استاذ فهمي. اللي انت بتقوله ده واللي انت عاوز تحققه انت ومدام زهره حلم جميل، بس احنا كبرنا وعجزنا، ولادنا كبروا واتجوزوا وفيهم كمان اللي خلفوا، يعني الحكايه خلاص انتهت. لا يا استاذ فهمي، انا مش موافقك ابدا ان الحكايه انتهت. جايز فصل من الحكايه انتهى، جايز مرحله من مراحل عمرنا انتهت، لكن في مراحل تانيه والحياه لسه ما زالت مستمره، واحنا لازم نعيش ولازم نبتدي من اول وجديد.
شكل امك مقدمه في انتخابات مجلس الشعب. انا سعيد جدا ان الهوانم هي اللي سقفت، ده هيقربنا كتير من الحلم، لان ما دام الستات عندها الشجاعه يبقى اكيد الرجاله عندها الشجاعه اكتر. الجمعيه اللي احنا مجتمعين علشانها الليله مبادئها وافكارها هتتوزع عليكم دلوقتي. الشغاله سمعتهم بيقولوا انهم هيعملوا جمعيه وكل شهر واحد يقبضها. يقبض ايه بس؟ بيقول لك مبادئها وافكارها، هي دي بتتقبض؟ بالمناسبه احب اقول لكم احنا كوزاره موافقين على تكوين الجمعيه ومستعدين لدعمها بالكامل عشان فكرتها تنجح وتستمر. وزاره ايه اللي موافقه؟ اكيد عشان امك تتجوز رؤوف، ده لازم ياخدوا موافقه وزاره الصحه تقريبا. اسم الجمعيه الحياه تبدا من جديد. الموافق يرفع ايده. يشترط العضو ان سنه ما يقلش عن 50 سنه. ارفع ايدك ارفع ايدك. بس الحقيقه انا احب يعني اني اطمن السيدات الفاضلات الموجودات معانا في القاعة، يمكن تكون دي المرة الوحيدة اللي هتعترفوا فيها بسنكم الحقيقي، لكن أوعدكم إن شاء الله مش هنجيب السيرة دي تاني أبداً. الشرط التاني إن يكون العضو أرمل أو أرملة. الشرط التالت إن يكون رب أولاده ووصلهم لبر الأمان وقدروا يعتمدوا على نفسهم. الهدف الأساسي للجمعية هو القضاء على الشعور بالوحدة وإنشاء أسرة كبيرة نكون كلنا أعضاء فيها، وبكده نبتدي نحس بحلاوة الحياة بعد سن 50. مش معنى إن الرجل ترمل أو السيدة ترملت إن الحياة انتهت. هنرجع نمارس هواياتنا تاني ونعمل كل حاجة كنا بنحبها واللي يمكن مشوار حياتنا منعنا من ممارستها. انا عايزه اسافر واتفسح واعيش حياتي بقى. رحلات. وانا بعزف على البيانو وطول عمري بحلم اعزف في حفله كبيره وفيها ناس كتير. حفلات. انا اترملت من 5 سنين وما كانش ليا حظ اني اكون ام. كفاله اليتيم لتعويض المحروم من مشاعر الابوه والامومه. كمان لازم نبص لبكرة، لازم نفكر اننا نبتدي نبني بيوت للمسنين. احنا مش هنفضل شباب على طول، لازم نعمل بيوت للمسنين زي الدول الاوروبية تمام، بيوت يكون فيها الامان والعلاج والونس. فكرة جميلة جدا، واكيد الوزارة هتقف جنبكم فيها. واهم حاجة اننا نغير صورتنا قدام المجتمع والناس ما تتعاملش معانا كعواجيز. خلاص يا جماعة اكتبوا كل طلباتكم وحندرسها وإن شاء الله هنحاول نحقق كل رغباتكم. ألف مبروك يا رؤوف بيه. ألف مبروك يا هانم، والله فكرة الجمعية دي هايلة. الله يبارك فيك. على فكرة يا رؤوف بيه، احنا عايزين نضيف هدف جديد للجمعية، إن الكبار يعلموا الصغيرين إنهم ما يتخانقوش مع جوازهم، ولو حصل يعني لا قدر الله واتخانقوا ولا حاجة يحاولوا يحلوا مشاكلهم بنفسهم، مش كل واحدة يعني تلم شنطتها وتيجي على بيت مامتها. برافو برافو مدام زهرة، ده موضوع هايل. ماما تقصدني أنا بالكلام ده، ولو إني ما جيتش البيت عشان زعلانة مع محمود يا ماما. أمال جيتي ليه؟ أنا أقول لحضرتك، هو بصراحة يعني اللي جابها البيت إنها كانت فاكرة إن حضرتك لما بقى لونتي وغيرتي شعرك وكده إن أنتي سوري يعني بتعيشي قصة حب. أنا أقصى عليك يا سامية. استني يا مدام زهرة. يا أستاذ يا أستاذ، إيه معنى سوري بتعيش قصة حب دي؟ أنا قصدي يعني عشان موضوع السن، بس حضرتك طبعًا مالكش دعوة بالموضوع ده خالص. سن؟ سن إيه يا أستاذ؟ هو الحب له سن؟ القلب عمره ما يعجز يا أستاذ. فيها ايه يعني واحد في سني او في سن مدام زهره يفكر او يحب او يحصل له تفكير في الجواز؟ دي غلطه. غلطه ايه حضرتك؟ غلطه كبيره قوي ان احنا ما طرحناش الموضوع ده في الاجتماع. يا حضرات يا بهوات خليكوا جوه، ارجعوا تاني هنعمل اجتماع من اول وجديد. اتفضلوا، في موضوع مهم جدا 2 من الشبان اولادنا طرحوه علينا فلازم نناقشه فورا. اتفضلوا.
خشوا. شكرا يا استاذ محمود. على فكره انا ارجو ان انت ومدام ساميه توافونا دايما باقتراحاتكم العبقريه دي. ان شاء الله. شكرا. الف شكر يا فندم. شكرا. محمود امي ما كانتش بتفكر في الجواز، وانت اللي خليتها تفكر في الجواز. الحمد لله ان احنا خليناهم يفكروا في الجواز. دلوقتي هيجيبوا مأذون ويعملوا بقى جواز جماعي في الاستاد ان شاء الله. هموالك يا محمود. ناس كتير متجوزه.